في جولة اليوم وصور من الماضي نمضي معا جولتنا ومجموعة من اللقطات النادرة لقصر عابدين. والبداية من الحديقة الملكية والتي نشاهد لقطة لها حيث الخضرة والأشجار التي تم قصها بعناية، ويتوسط الحديقة حوض دائري للزهو. وننتقل إلى داخل القصر لنشاهد مدفأة رخامية تعلوها مرآة ضخمة، وبجوارها صورة زيتية مع صالون صغير ومجموعة من التحف المتناثرة، وتمثل اللقطة شكلا كلاسيكيا رائعا لما يجب أن تكون عليه القصور. ثم نشاهد لقطة لغرفة المكتب الرئيسية ذات الصالون الفاخر. ثم لقطة لصالون نادر يتوسط غرفة متسعة في غاية الفخامة. في اللقطة التالية نشاهد طقم شاي مذهب من مقتنيات قصر عابدين. وأخيرا نشاهد لقطة للقاعة العربية بالقصر. وإلى هنا تنتهي جولة اليوم وصور من الماضي.